Mm-hmm. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين من العاصمة السياحية لتركيا اسطنبول أجلس لكي أتكلم عن شخصية تركية إلا أنها عالمية فضلا أن تكون إسلامية أصيلة تهمنا والكلام عن مثل هذه الشخصية بالذات لا بد أن يكون في تركيا اجلس في هذه الحديقه وعن شمالي مضيق البوسفور فانا مستشعر وضعيه هذا الشخص العظيم الذي سجن ونفي واعتقل وعذب وشرد وعاش طويلا من سنه 1873 سنه الميلاد وتوفي سنه 1958 وخمسين. 1958 هذه المرحلة الطويلة لشخص نحتاج إلى عطائه جميعا وها أنا ذا أجلس هنا وعندي مذكرتي وقراءاتي وسؤالاتي الكثيرة لمن لهم علاقة في هذا الرجل العظيم وبقايا تلاميذه الذين لم يبقى منهم أحد ومعاي مجلدين قلت لهم حطوا طاولة طبعاً جماعة المخرج والفريق الطيب الحبيب هذا اللي قاعد معي ثمان أشخاص إحنا دائما من الأشياء المريحة أنك تعمل مع فريق مريح ما عندنا مسؤول وقائد والباجي ينفذ كل واحد يعرف شغله فالمخرج قال يا محمد هذا الكرسي نبيك تقعد عليه وتأدي اللقطة أو الفقرة أو الحلقة قلت له هذا كرسي عبارة عن جذع شجرة مقصوص ومنحوت من اجل يعني السواح الذين ياتون والجماليات وعالي واحتاج طاوله قالوا ما في طاوله دبر نفسك صح ولا لا؟ شلون ادبر نفسي انا عندي كتب عندي ورق قالوا دبر نفسك دبرنا انفسنا حطينا الكتاب جنبنا اعتبرونا معاكم يا اخوان بلا تكلف زائد الكتابين نفس الكتاب المجلد عنوانه كليات رسائل النور سيره ذاتيه ببديع الزمان النورسي هو شخصية الحلقة الكتاب الثاني نفسه سيرة ذاتية بديع الزمان النورسي كليات رسائل النور هذه النسخة أخذتها في معرض الكتاب الكويتي وهذه النسخة أعطاني إياها المؤرخ الكبير الناقد الدكتور أحمد آق قندوز رئيس مركز البحوث العثمانية ورئيس الجامعة الإسلامية في هولندا وعملت معاه حلقات ومتكلم لغه عربيه فصيحه مؤرخ مؤرخ تركيا عن حريم السلطان والتزوير والحقائق احنا حلقاتنا يا جماعه مو سير فقط ليست حكوات ليست حتى تاريخ مجرد وان كان التاريخ ينفع بل وينفع الا انه ربطه بالواقع بعد تحليله وانتقاء ما ينفعنا منه والدعوة إلى تهذيبه إن كان فيه من الشوائب والاستفادة من سنن الله سبحانه وتعالى ومن تجارب من؟ من تجارب المصلحين نحن اليوم مع أعجوبة الإصلاح الاجتماعي والسياسي والأخلاقي والتربوي التركي لكن لاحظ أنا أتكلم عن شخصية تركية في قرن مضى معناته تركيا معناته إيش؟ معناته هو كان في الدولة العثمانية ثم جاءت الدولة الأتا تركية بعد الاتحاد والترقي معناته هو نقشبندي درس عند النقشبنديه، درس عند الطريقه القادريه او الرفاعيه لا اذكر الان درس عند هذه بيئه مفعمه بهذا الجو من 200 300 400 سنه متوارثه، فاقرا الشخصيه والرمز الذي تدرسه كان قائدا عسكريا، كان فيلسوفا، كان فقيها، كان زاهدا، كان مفسرا، اقراه في ظرفه الاجتماعي وكيف اصلح وكيف استطاع ان يوازن وتدرس ثقافته ثم تفلتر وتنتقد معك ضدك، ارجوكم لا نستخدم العقليه الاقصائيه التي فقط تنتبه ها هذا من ويسقط بقيه الاعتبارات ولا يفهم الواقع وينشد الكمال الذي لا يوجد عند احد منا، احنا اليوم كلامنا عن سعيد النورسي. وباقي خمس دقائق وانا في حيره ابلش في سيرته ولا اعرض لكم ماذا كان الواقع في تركيا عندما نشط هذا الانسان وبدا في مواجهه اكثر من طرف داخلي وخارجي حتى دخل في حرب واعتقل في روسيا الى اخره ماذا كان الواقع؟ لكي تعرفوا ماذا كانت المهمه الشبه يعني المستحيله ما في شيء مستحيل المهمه الصعبه في كتاب السيره الذاتيه نقرا في الفصل الرابع ملامح هذه الفترة ثم تعالوا شوفوا بعد إسقاط الخلافة العثمانية سنة 1924 بل وقبيلها أيضا بعدما جاء الاتحاد والترقي ثم مصطفى كمال أتاتورك ترك يعني أبو الترك ماذا فعل هذا الرجل مع فرقته و راح نتكلم كلام كثير عنه بعدين تعالوا شوفوا الواقع شنو ماذا فعلوا في المسلمين كيف كانت هناك علمانيه الحاديه ديكتاتوريه متوحشه اقصائيه لا يرضاها اي عاقل الا من امتلا قلبه حقدا على دين الامه وتاريخها وتراثها وكان عميلا بدرجه ممتاز مع مرتبه الفشل الكبرى شوفوا الاحداث التي انتقيها في هذه الصفحات عن واقع تركيا وماذا حصل في الزمن الذي خرج فيه بديع الزمان سعيد النورسي. واحد 1922 الغاء السلطنه العثمانيه. قانون توحيد التدري... الغاء تدريس الدين والحقت المدارس جميعها بوزاره المعارف واغلقت مدارس القران الكريم ومدارس الدين في ثلاثة ثلاثة ألف إلغاء الخلافة وإخراج جميع العائلة العثمانية الحاكمة إلى خارج الحدود ألف 24-4 أربعة أربعة إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمحاكم الشرعية وإعادة النظر في دستور الدولة ألف 4 خمسة أربعة اشتراك النساء المسلمات لأول مرة في حفلة رقص في منطقة تقسيم باسطنبول المعروفة هذه اللي فيها حديقة وسياح وعالم ومطاعم رقص هذا هو الانتصار هذه العلمانية هذا هو التغيير والتحول نحو النمو 1925 14 12 يقول لي باقي دقيقتين قانون غلق جميع التكايا والزوايا واجبار موظفي المساجد بارتداء الزي الاوروبي والموظفين بلبس القبعه، القبعه الفرنجيه ماكو طربوش تركي، ماكو عمامه، لا قبعه هكذا يفهمون التطور ولو كان في وقت لعلقنا على ذلك، لكن موضوعنا سعيد النورسي بديع الزمان. الغاء الالقاب شيخ خليفه الى اخره مريد الالقاب اللي كانت دينيه ذلك الوقت. شوف الكارثه الغاء النكاح الاسلامي ووضع قانون النكاح المدني. برقم 7324، هذا متى؟ 1926 وبموجبه تحريم تعدد الزوجات والغاء المهر المفروض على الزوج، ومنع الزوج من حق الطلاق، واصبحت البنت حره في اختيار الزوج من اي دين كان، وبعد ايش؟ والتسويه بين الذكور والاناث في الميراث، والغى نظام، والغي نظام الارث والقرابه والعصبه، تصور هذا بعد أول خطبة بالتركية كانت بدل ما كانت الخطبة بالعربية أول خطبة بالتركية 1928 شوف الوقاحة شوف الوقاحة إخراج كلمة الله إخراج كلمة الله من القسم الذي يؤديه رجال الدولة وإخراج جملة دين الدولة الإسلام يعني حتى العلمانيات العربية جاملت شوية دين الدولة الإسلام ولعب على كيفك حسب نوع العلمنة ها؟ وجميع التعابير والاصطلاحات الدينية في الدستور باقتراح من عصمة إلى آخره تفاصيل بالأسماء والأرقام ما نحتاجها يقول لي انتهى الوقت فأقول لك أعطيك هالبند هذا وننهي الوقت إقرار الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية المستعمرة وبموجبه بيعت أطنان من الوثائق والكتب القيمة بأزهد الأثمان وأطنان منها أرسلت إلى مصانع الورق وثائق في مصانع الورق في اسطنبول. رفع الدروس العربيه من والفارسيه من المدارس ووضع الحظر على قراءه القران وكذا الكتب الدينيه وتنفيذ القرار بشده اشتراك تركية سنه 1932 في مسابقات الجمال يقول لي تكفى انهي الوقت خلص راح نخلص وبالفاصل الفقره المقبله نكلم نكمل لكم جرائم العلمانيه المتوحشه ضد هذه الامه لكي نفهم كيف خرج بديع الزمان سعيد النورسي بالاصلاحات والثقل الذي كان عليه والواجب الذي ممكن ان نتعلم منه في الفقره الماضيه عن موضوعنا. عن موضوعنا ماذا؟ موضوعنا عن احد اعلام الامه الاسلاميه في القرن الماضي اللي هو سعيد النورسي الذي لقب ببديع الزمان المصلح الاجتماعي السياسي التربوي الديني في تركيا. ولذلك كان الحديث عنه في تركيا هنا وها هو مضيق البوسفور. لماذا؟ لان في صله بين الشخص والمكان فيعطيك روحا اكثر، وانا اتكلم قبل قليل ان حتى نفهم هذه الشخصيه يجب ان نعرف العصر الذي هو فيها عصر الحرب العالميه الاولى والثانيه، عصر سقوط دوله الخلافه، هو كان ولد قبل سقوط دوله الخلافه وعاش فيها وعاش عصر الاستعمار، نعرف ثم قرات عليكم من المجلد الاول اللي هي مجموعه رسائل النور عشر مجلدات، سيره وكلام ورسائل و كتب ومدونات سعيد النورسي الذي ولد 1873 وتوفي سنة 1958 هذا الرجل علم كبير لكن حتى تعرف الشخصية وتحاكمها صح اعرف الثقافة السائدة حتى الثقافة الدينية اللي عندك عليها ملاحظات طرق صوفية وغيرها اعرف الواقع السياسي اعرف الإمكانات اعرف الضغوط الملابسات حتى تحكم صح وان لم تتفق مع من تتكلم عنه، لكن تتكلم عن ما يغلب على الانسان وما تجلى به ومن الظلم ان يركز على نقاط جزئيه وتجعله هو الاصل في كل المناهج عن الحديث عن اي شخصيه، قياده عسكريه، قياده تاريخيه، قياده ثقافيه، قياده دينيه، قياده فكريه الى اخره، الميزان الميزان ميزان النقد. تكلمت هنا عن القرارات التي كانت في تركيا بعد الغاء الخلافه وقبيلها بقليل في قضيه اكبر بلد حارب الاسلام لاحظ في دوره الخلافه 600 سنه يحكمون باسم الخلافه وينشرون الدين ويفتحون البلدان والقران والاذان والمساجد والقضاء الشرعي الذي يحكم بما انزل الله هنا ياتي الـ 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 هذا المستعمر وينصب هؤلاء العملاء, العملاء للمستعمر ثم ياتي الاتحاد الترقي ومن بعده اتاتورك ثم يقومون بعد كل هذا بهذه القوانين وبهذه الـ بهذه الفرمانات كما يسمونها شيء مخيف جدا 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 قلنا كيف الغوا المظاهر الدينيه الكثيره لدرجه لدرجه انه يعني شوف لاحظ احنا تكلمنا كثير ما كملت ماذا صنعوا بعد ذلك سنه 1935 جعل يوم الجمعه عطله الاسبوع بدلا عفوا جعل يوم الاحد عطله الاسبوع بدل يوم الجمعه بعدين لاحظ تحويل مسجد ايا صوفيا الى متحف بعد اغلاقه مده من الزمن، ألاحظ تحويل مسجد الفاتح اللي محمد الفاتح اللي الناس تزوره وتصلي فيه، يعني من اشهر مساجد تركيا يحول مسجد محمد الفاتح الى مستودع، لاحظ كما صدر قرار بفرش المساجد بالكراسي واستخدام اله الالات الموسيقيه للاورج مثل الكنائس الات الموسيقيه حيث تتم تلاوة القرآن بمصاحبة الموسيقى الناس قامت ولم ينفذ القرار ما هذا الاستفزاز اللي أمس كانت دولة خلافة واليوم تسقط بعد الحرب العالمية الثانية وتستعمر ثم يقوم من أبناء بلدهم بما يصنع ذلك لذلك قال الدكتور أحمد أقندز المؤرخ التركي الكبير رئيس مركز وما يزال معنا ويطلع معنا بحلقات إن شاء الله قريباً قال وهو يتحمل ذلك والكلام على اتاتورك مصطفى كمال منشئ الدولة التركيه الحديثه قال انا لا اتكلم الوثائق تتكلم في انه يهودي الوثائق تتكلم هل كان مجهول النسب ام لا وحط الوثائق اللي راح نشوفها في الحلقات المقبله باذن الله هذا ما يفعل هذا الشيء الانسان انسان طبيعي تريدون ازيدكم من الشعر بيت اي من الشعر بيت من الغثيان العلماني الالحادي تصور سنة 1940 شهر ثلاثة يوم سبعة يصدر قرار من هذه الدولة الملحدة بماذا؟ تدريس الإلحاد مختيارياً رسمياً في معاهد لاحظ والمعاهد المنفلتة القرى المدن والعواصم في معاهد القرى تدريس الإلحاد هذا اللي جعل سعيد النورسي لا ينام الليل ولا النهار ويكون في كل كلام أيها الملاحدة الزنادقة أيها الملحدون الفسقة أيها اللادينيون دائما تقرأ في رسائل وكتب هذا الكلام هذا كان هذا الواقع هل كانت هناك كما كتب أحد العرب من شهور قال ماذا تريدون أيها المحافظون ما هو لولا مجيء مصطفى كمال أتاتورك والعلمانية والديمقراطية التركية لما نعم التيار المحافظ بالسلطة اليوم هذا اختزال مسف وعقلية طفولية سيجيب عنها أحمد آق قندز المؤرخ الكبير في الحلقات القادمة لكي تعلموا مستوى العلماني العرب العربي وطريقة التفكير الذي يتشبث بالديمقراطية المحلية وهؤلاء المقلدون والمقلد مصيبة في عالمنا العربي إذا صار يتردد على كما قال أحدهم في الرواية زوار السفارات لا اقصد العماله السياسيه ولكن العماله الفكريه. شوف بعد ما طلعت القرارات هذه ضد الدين ومسح الدين والعقوبه على قراءه القران، على تدريس القران، على الاذان بالعربية على بعد ما طلعت القرارات هذه ماذا صنع الناس؟ عده ثورات في عده مدن وقرى خرجت سنه 1925 في سيوارس يعني اسماء المناطق ما احب اطول فيها. ماذا صنع؟ بدأ معها القمع العجيب واشتهر هناك اسم الجلاد قارى علي والعجيب أن هذا الجلاد يصرح وينشر عنه رسمياً في صحيفة سون بوستا التركية سنة 1931 شهر ثلاثة يوم ثلاثة ما ينسى كل ثلاثينيات ماذا صنعته العلمانية؟ ماذا صنعته الديمقراطية التركية؟ ماذا صنعه الذين الأوروبيون الذين دعموا مصطفى كمال من, خلف من, من, من طرف خفي وبطريقة يعرفها السياسيون؟ ماذا صنع هؤلاء الذين ألحقوا تركيا بالغرب؟ ماذا صنع هذا الجلاد؟ ماذا قال حسب التصريح الرسمي والجريدة الرسمية؟ قال لصحيفة سون في عددها الصادر 3-3-1931؟ علقت بيدي على المشانق خمسة آلاف و216 شخصا في 12 سنه، 12 سنه الماضيه ووصفته صحيفه جمهوريه عددها الصادر 16 7 وثلاثين وصفت الاعمال الجاريه في شرق الاناضول طلع تقريبا ما يقارب 1500 شخص ذهبوا الى المغارات فدمروهم بالطائرات والقنابل والتجوا القرى فابيدت القرى عن بكره ابيها وصدر القرار بان هؤلاء يعني تم اجتثاث هؤلاء والاشقياء كما يقول النص كما ذكر الكتاب في صفحه 231 بالوثائق، هكذا كانت تتعامل العلمانيه الشرسه، ماذا يصنع مثل هذا الانسان سعيد النورسي، النورسي بديع الزمان في ظل هذه الاجواء التي تمسح الدين بالقمع وبالجبر وبالقانون وبماذا؟ وب... 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 وبالقنابل وبمشايخ النفاق احيانا، واحنا ليش نروح بعيد؟ من الذي يلقي بالقنابل على المدن في سوريا؟ من الذي يبيد هذه المناطق المسلمه؟ اليس اناس هم في الحقيقه خواتم في اصابع الاسياد؟ واليس تواطا معهم قوم من بني جلدتنا؟ لا اقول التاريخ يعيد نفسه لكن العماله هي العماله. تختلف في نوع الأسلحة وطريقة الخبث والاستراتيجية والمكر وتضليل الناس وازدياد مستوى التوحش فقط والذي يلتقطها الكاميرات في هذه الأجواء نبع وولد هذا المصلح سعيد النورسي بديع الزمان لكي يقول كلمته وننقل لكم تجربته نزداد فيها عبرة وخبرة نحن لا نذكر قصص نحن نحل الواقع ونربط بواقعنا ونستنتج قيم ونحاكم مفاهيم وبعد الفاصل نكمل <applause> احباب الكرام نذكر اننا في المدينه السياحيه لتركيا اسطنبول ونتكلم عن شخصيه تركيه اسلاميه عالميه راح تعرف عالميه من اعتقال الروس له واصدار الحكم الاعدام فيه راح تعرف انها عالميه اصدار حكم محكمه بريطانيه لاعدامه بعد احتلال اسطنبول تعرف انها عالميه كلام طويل سنكشف عن ذلك تعرف أنها عالمية أنها وقفت ضد عملاء الغرب في بلادهم من الذين أرادوا محو هوية الأمة ومحاربتها وإلحاقها ذيلا في حضارة الأمم الأخرى إنه سعيد النورسي الملقب ببديع الزمان الفقرتين اللي فاتوا يمكن تكلمت بصوت عالي وأجهت نفسي في عرض الواقع التركي في ذلك الوقت لأنه ولد 1873 وتوفي سنة 1958 فولد مع الحرب يعني ادرك الحرب العالميه الاولى والثانيه وسقوط الدوله العثمانيه وتفككها ومجيء الاتحاد والترقي ثم تركيين هذه الماحه لابد ان نقولها دائما، وبينا لكم كيف مسحوا الدين من الحياه بالجبر القانوني وبالقمع العسكري وبمحاكم التفتيش وبالاستخبارات العسكريه البوليسيه، شيء مخيف تقرا قران انت متهم، تدرس دين انت متهم، تاذن بالعربي انت متهم، الـ الـ ما تلبس قبعه انت متهم وتعاقب ارادوا ادخال الأورب في المساجد وكراسي حول المسجد الفاتح الى الى مخزن اجرام يا رجل ما بعد اجرام انتقام ما بعد انتقام لذلك قلنا من هو اتاتورك ورح نعرف الحقائق اكثر لا بد ان نكشف الحقائق يا جماعه ونتفاعل معها ونعرف ان كثير من الذين يتكلمون بألس بالسنتنا ويعيشون في بيئتنا ما هم الامتداد للاتاتوركية باسماء الاسماء تتغير الأشكال تتغير الألقاب تتغير وما هم إلا ممسحة للمستعمر بطريقته الشرسة أو طريقته الناعمة المضللة هذا واقعنا لازم نتكلم يا جماعه بصراحه، ما اقول بقوه، انا ليش ماني خايف؟ انا ما قاعد اقول كلام راح يصيبني خطر منه، احنا عندنا حريات وقاعد نقول كلام يستطيع اي انسان ان يقول، لكن كلفنا ان نقول. يا جماعه من هو سعيد النورسي؟ بديع الزمان، ولماذا اعتبر عجوبة من عجوبات الإصلاح الاجتماعي والتربوي والسياسي ولماذا كانت شخصيته مدرسة من مدارس النهضة في تركيا والتي آثارها موجودة اليوم في المدارس النورسية وفي الروح الدينية وليس التفصيلية الخاصة أقصد طيب سعيد النورسي سعيد النورسي بديع الزمان من والدين كرديين ولد في منطقة بدليس إذا ما يعني أخطأ فيها لقضاء هزان يعني هو كردي ولذلك دائما تترجم رسائله كردي الرجل أحب العلم فدرس على أخيه طالب علم وشيخ اسمه الملا عبد الله ثم بدأ في شرق تركيا يدور على القرى والمناطق التي جد فيها أساتذة فأتقن علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة ودرس القران ودرس الفقه حتى انه من شده ذكائه حفظ كتاب فقهي صعب اسم اصول فقه اسمه جمع الجوامع وحفظ مقامات الحرير الادبيه المرصعه المسجعه وهي ليست سهله وحفظ القاموس المحيط اللغوي الى حرف حرف السين حتى عدوه نابغه ومن فحول العلماء وللاسف والأسف الشديد ان الناس تغار منه عالم يغار من عالم احيانا عمل خيري يغار من عمل خيري اخر ترى عندنا امراض كثيره احنا في مجتمعاتنا حتى الخير نغار فيه يا ابن الحلال اتمنى ان عندك اللي عنده واسال الله سبحانه وتعالى ان يقوم بالدور اللي انت ما تقدر تقوم عنه النوايا هي الاصل لذلك بديع الزمان لماذا نجح نادر ما تجد عالم له جماهيريه والناس يكاد يشيرون على رؤوسه عنده من الإخلاص والورع والتخفف من الدنيا لدرجة عدم قبول الهدايا لدرجة عدم الزواج كما سنأتي أتزوج وين؟ أنا من سجن لمعتقل لتشرد لدعوة لتحدي لبرلمان لحرب وين أتزوج؟ أظلم الزوجة يعني هذا الرجل يحسد نعم حسد وحتى أراد البعض أن يؤذيه و يشتكي عليه احيانا، السلطان احيانا نسوي له مشاكل شخصيه، فقال لهم يعني مثل ما نقول احنا بالشعبي بالشعبي الخليجي الكويتي، يرحم امك يرحم والديك، لا تخلي الناس تاخذ صوره سيئه عن القدوات والناس الطيبه، فقال كلمته وهي مترجمه من التركي، قال اقتلوني ولكن ارجو ان تحافظوا على مكانه العلم وسمعته، والتفت حولك في الفضائيات. التفت حولك حق النزاعات، وهذا عمره 18 سنه بهذا النضج. فتجد علماء عمائم ولحى وغتر وعقال وافنديه كلمة يتكلمون بالدين تعال شوف المستوى وشوف شوف الفتنه الذي يحدثونها والعراك البارد الذي يعني لا فقه اولويات نحتاج الى نراجع انفسنا نحتاج ان نراجع انفسنا مراجعه كثيره انتصر له والي سعرت منطقه انتصر له قال من الذي يؤذيك أنا الذي سأنتقم منهم وأقتلهم أنت تؤذى أنت كنز أنت مستقبل يا جماعة ثروة الأمة بالبعد الثقافي الذي يصب في صالحها والعلمي فماذا قال له سعيد النورسي بعقل راجح وفهم عميق قال له يا باشا نحن طلاب العلم نتفق نتخاصم نتراضى ولذا أرى أن من الخير ألا يتدخل في خصوماتنا واحد من الخارج عنه احنا نتصالح واحنا نتصافى ثم قال هذه الكلمة العظيمة على أن الخطأ قد بدر مني ترى أنا الغلطان هضم النفس وتقدير المصلحة الكبرى خطأ نفسه وبرأ من هم في دائرته في حمل هم الدين والإصلاح والدعوة والمحسوبين على مدرسة معينة هذا التفاني نادر ما يوجد في الناس هذا العطاء نادر ما يوجد في الأحياء هذا الكلام عندما يصدر من شاب عمره في الثامنة في الثامنة عشرة من, من عمره في الثامنة عشرة من عمره معناته ما الذي ينتظر لهذا العقل كما قال عنه بعد ذلك مفتي الديار المصرية كان شعار هذا الشاب عند كل من عرفه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني اترك شيء اللي تشك فيه حرام حلال إلى الشيء اللي متيقن فيه فتص... يعني ف... ف... فتكسب الورع لذلك بعض الأيام كان لا يجد الحلال فيصبر نفسه بالاعشاب واليوم الناس كما يقول المثل المصري يعني خلينا على المثل المصري تبلع يعني تبلع كل شيء وتنام ولها شخير من الاطمئنان والاسترخاء بشكل عجيب وفق الله الجميع وبعد الفاصل نكمل ان شاء الله. نستكمل الحديث عن بديع الزمان سعيد النورسي المصلح التركي الكبير الذي ولد سنه 1873 وتوفي سنه 1958، هذا الذي وقف ضد الطغيان السياسي والطغيان الاقتصادي والطغيان الدكتاتوري ضد التدين والدين والاسلام والعقيده والقران والمساجد والهويه بكاملها بما في ذلك اللغه والشكل والحجاب، هذا المسح الذي صار للمسلمين في تركيا هذا الرجل هذا المصلح العجيب نتكلم عنه هنا في اسطنبول لذلك تلك الروح التي تربطنا تربطنا به وبكل مصلح مسلم مخلص لامته ايا كان عرقه قلنا ان سعيد النورسي من اصول كرديه من والدين كرديين ولد في بدليس هناك وتكلمنا نبذه عن شخصيته ناتي الان الى كلام بعد كلامنا عن نبوغه العلمي وعن وهو صغير وحفظه وتميزه بين العلماء وعن اهتماماته الكبيره وورعه وتكلمنا ايضا عن طريقه خصومته أي في نضجه الانفعالي والاخلاقي في التعامل مع خصومه ممن كان في مدرسته نتكلم الان ايضا ان هذا الحلم والعلم لا يعني انكسار وانسحاب وخفض جناح لمن لا يستحق التكبر على الظالم يقولون احيانا مطلوب لانه متكبر تتواضع عنده يظلك عبد من عبيده ما يجوز لذلك الرجل عرف بشجاعته ايضا وقوته في البنيه قوي وهذا حلو علم دين اخلاق حلم قوه اشتبه اكثر من ذلك وقد عرف عنه الزهد والورع الشديد بمثل هؤلاء تنتصر الامه بشرط ان يكون وعي وان لا يكون عميلا وان لا يوظف هذا الخير كله للاخرين احنا في ازمه نتكلم وندرس شخصيا نحللها نفككها نعيد بنائها في ذواتنا بما يتناسب مع ذلك مع هذا العصر المعقد الملتبس صح ولا لا يا مصورين والله متحمسين اليوم معي يعني اول مره اشوفهم متحمسين اليوم بهالشكل زهم الله خير شوف رغم صغر سنه دخل ذات يوم على زعيم عشيره وعرف انه يذل الناس لما السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ذال الناس ياخذ الحقوق ما يرد على احد يظلم اراد ان يذكره بالله لكن اراد ان يعطيه درسا وبطريقته الخاصة الطريقة النورسيه ذهب الى رئيس العشيرة والباشا ميرا اسمه مصطفى ها يعني منطقة ميرا الزعيم هذا اسمه مصطفى باشا فماذا قال له؟ قال له ما الذي جاء بك الى هنا يا أنت مطوع أنت مله، ما الذي جاء بك إلى هذا البلاط؟ قال جئت لأرشدك، أنا أقرأ النص المترجم من التركية، قال جئت لأرشدك فإما أن تسمع وتطيع وإما أن أقتلك، طبعا ما يقصد القتل المباشر الحقيقي، يعني مصطلح القتل يعني إلا أن أتصدى لك، فغضب الباشا ثم نظر إلى سيف بيد بديع الزمان قائلا بهذا السيف القذر تقتلني؟ فقال بديع الزمان: السيف لا يقطع، اليد التي وراء السيف هي التي تقطع. فقال الباشا مغضبا: لي علماء كثيرون في هذه الجزيره، فان تغلبت عليهم اجبتك الى ما تقول، اذا انتصرت عليهم اجبتك لما تقول اي نفذت طلبك. والا يعني اذا انهزمت فسالقيك في الفرات، نهر الفرات. يا هذا يا هذا فاجابت قبل التحدي فماذا كانت الاجابه؟ فقال بديع الزمان: كما انه ليس من شاني ان الزم جميع العلماء ما اقدر ما يقدر واحد يفرض على العلماء رايه فليس من شانك ان تلقيني في البحر ولكني اريد منك ان اجبت على اسئله العلماء ان تكافئني باعطائي بندقيتك فان تجبني او تجب الى نصيحتي قتلتك بها قاعد يعني يذكر بالممارسة اللي هم عرسونها. لأن الطاغية الجبار عندما يقتل لا يشعر بالقتل مشكلة بعض الجبابرة عندنا في عالمنا العربي لم ليس هم لا يشعرون بالقتل بل الذين وافقوهم إما لمصلحة أو ميل أو حتى قول خوف بدأوا يبررون قتلهم بدأوا يتعاطفون مع قتلهم بدأوا يشمتون في القتل السلميين المدنيين قبحكم الله إن كنتم علماء قبحكم الله ان كنتم فقهاء، قبحكم الله وخلص الامة من امثالكم ان كنتم مفكرون، ادباء، فنانون، لاعبون، من اي مصيبة إن كنتم، الامة بريئة من هذه النخبة الفاسدة ايا كان انتمائها دينية، علمانية، ديمقراطية، لبراء الاسماء ما تضر يا جماعة، العبرة بالواقع العملي. علماء محيطين في الباشا ها تبرروا يقتل الناس، خرب هذا العقل، نتكلم بصراحة لان المسألة قاعد تصير احنا قطة يا جماعة ندوسها بالسيارة نتألم بالليل الإنسان العادي مو أنا أنتو يتفرجون على القتل قطع النظر يا جماعة عن الجنسية العرق المذهب الدين اللي قاعد يصير شيء كبير يا أخواني لذلك لابد أن نذكر سيرة هؤلاء العلماء ونحاول ها نسقط نتكلم شوية بجرأة نداري يعني نقول لهم قصوا الشيء اللي يمكن يورطنا صح ولا لا حتى الكلام الحق بدينا نخاف منه مع الأسف الباشا جمع العلماء وكسب بديع, بديع الزمان الشوط وتاب الباشا على يديه توبه صادقه ونحن نفرح عندما يتوب الظالم، ظالم كان مدير شركه، ظالم كان رئيس مدرسه، ظالم كان رب اسره، ظالم كان وانت صاعد وزير وانت صاعد نفرح لذلك كان الامام عبد الله بن المبارك وهو ايضا كان مطارد من الطواغيت عبد الله بن المبارك كان يقول لو كنت اعلم ان لي دعوه دعوه مستجابه عند الله تبارك وتعالى لدعوتها وجعلتها في السلطان او الحاكم او الخليفه اللي هو ليش؟ قال لك لان بصلاحه صلاح البلاد والعباد طبعا بصلاحه صلاح البلاد والعباد سعيد النورسي سعيد النورسي كان صريحا ليس فقط في شبابه مع أمير عشيرة ولا رئيس قبيلة ولا إنسان لا حتى سنرى في الحلقة المقبلة بإذن الله مع رئيس الدولة مع البرلمان مع القادة العسكريين مع القائد الروسي وهو في في في, في المعتقل هناك مع الرئيس البريطاني مع الحاكم البريطاني في بلاده الذي حكم عليه بالإعدام بمعنى أن الشجاعة لا تتجزأ ولا تعرف اختلاف المواقع. بالحلقه المقبله نكمل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته